مقدم الالعاب السحريه ابراهيم عبد السلام. انا سني 40 سنه. من وانا عندي سنه وانا جوه السيرك كطفل عادي، يعني والدي موجود في السيرك. يعني انا دخلت صغير جدا وقدمت الفقره تقريبا وانا عندي 17 او 18 سنه. السحر بس يكون محتاج يكون عنده حضور ذهني عالي جدا، ليه توقعات دايما قبل ما يفكر فيها اللي قدامه، لازم يكون هو بيفكر في كل الردود اللي ممكن يتسال فيها، ويكون ذكي جدا. فن السيرك من اصعب الفنون. تسقيف الجمهور بالنسبه لي هو الثقه، هو ان المسج اللي انا بعمله وصل الحمد لله بطريقه كويسه. التحضير لدخولك اصلا ده موضوع تاني. التحضير لدخولك من اول ما الستارت تفتح والجمهور بيشوفك، بتبدأ من عليهم تحس بالانطباع اللي انت هتشتغل عليه. الاهم من كده كمان الجمهور لازم يكون بيتفاعل معاك. انا بقدم فن اسمه فن انبساط، ببسط الجمهور، في بهجه وفي فرح. لازم الناس لو ما لقيتهاش عامله كده معايا يبقى انا في ملل، يبقى العيب من عندي انا. فلازم في تجهيزات قبل العرض. كل الماتيريال انا بستخدمه، اي ماتيريال، خشب، حديد، معادن، ميه، رمل، زلط، طوب، كل حاجه بستعملها في الساحل. ما عنديش مشكله في اي حاجه، اي ماتيريال هينفع هيناسب شغلي بستعملها. ادواتي اللي بستعملها حاجات بسيطه جدا قدام الجمهور، تبان هي حاجات عاديه ولكن هي حاجات كلها اسرار. يعني انا طقوس الساحر بعض التركيز طبعا قبل ما اخش. التركيز ده مهم جدا، لان فكرت فكره التركيز ازاي انا بقنع الناس ان انا ساحر. هي اخر كلمه قالت وما التوفيق الا بالله، يعني دول يا رب دايما يكون في قبول، الناس تكون مبسوطه مننا. الموسيقى هي 50% من شغلي، بتساعدني في الطاقه او الباور بتاعي. هي المزيكا هي مش محاذير، هي اهم حاجه تكون التريكس بتاعتي اللي انا بقدمها تكون متجهزه تجهيزات معينه، لان اي حاجه ممكن تحصل فيها ممكن تبوظ لعبه او تريك جوه العرض. الترابيزه بتاعتي لازم تكون يعني 100% ما فيهاش غلطه. يعني تخش انا بشتغل بمد ايدي باخد معداتي من على الترابيزه، ما ينفعش اي حاجه تكون، ما عنديش تهاون انا في السحر، ما فيهوش هزار. العلاقه اللي بيني وبين ادواتي او معداتي او اجهزتي علاقه يعني زي ما بعمل اولادي بالظبط، علشان يدوني اللي انا عايزه. يعني انا عايز منهم حاجه فبيدوها لي، وبعدين الحمد لله انا عمري ادواتي دي ما خذلتني في اي حاجه خالص الحمد لله. انا بحس ان انا قبل ما اخدها هي جايه لي. يعني اعتقد ان الساحر الحقيقي ده يمتلك العالم كله ويحكمه، لكن بقدم مجرد العاب. في اللي كان بيقتنع وفي اللي يقول لك لا انت بتعمل سحر بجد. ان الامكانيات بره افضل بكتير، متاحه الامكانيات قدامك. عندنا هنا ما الامكانيات اسف زيرو. انا نفسي فكره السحر بتاعتي تبقى عالميه، ونفسي مستوى السيرك بتاعي بتاعنا وبتاع زمايلنا، لان ده بنسميه بيتنا، يكون قد العالم كله. لو ما كانش انا ابراهيم عبد السلام الساحر، هتمنى برضه اكون ابراهيم عبد السلام الساحر، وافضل في السيرك القومي كده على طول.